هنا قبل ما نخلص فعايزين نشوف ايه المخ زي ما قلنا بيصدر الذبذبات. مستويات الذبذبات دي ايه؟ هي عبارة اصلا على 5 مستويات من الذبذبات. اولهم او اعلاهم اللي هي ذبذبات مرحلة تسمى جاما. جاما ديت بيبقى لما بيكون المخ في حالة نشاط عقلي. دي يهمنا ليه؟ لان هنعرف حالات الخشوع وحالات الصلاة وحالات القرآن وحالات كذا بتدخل في انهي مرحلة من دول، وبرضه هم لما بيجوا يأثروا بحاجة سلبية بتدخل في انهي مرحلة من دول. فهنقول ذبذبات المخ في لها 5 مستويات معرفة علميا. ذبذبات جاما دي بتبقى في الحالة اللي هي بتبقى فيها حالة نشاط عقلي للمخ، حالة نشاط جامد جدا، ودي بيتراوح المجال الكهربي بتاعها حوالي 40 هرتز، يعني علميا حوالي 40 هرتز. تليها ذبذبات بيتا. بيتا بتبقى من 13 ل 30 هرتز. دي بتبقى في حالة التركيز والتحليل وإيجاد الحلول وكده. بس طبعا كل ما علت الذبذبات كل ما ده عمل إجهاد على المخ. ونشوف ازاي برضو، يعني ده الكلام ده مهم ليه؟ عشان ليه الشيطان بيتعامل مع المرحلة دي والخشوع بيتعامل مع المرحلة الأولية. بس كملي الخمس حالات وبعدين فقلنا جاما، بيتا، بيتا، ذبذبات الفا. دي ذبذبات بتبقى في المنطقه الجداريه من المخ، بتبقى من حوالي 8 ل 12 هرتز. فدي بتبقى في حاله ايه؟ الصمت والتامل والسكون والاحلام اليقظه. بتليها ذبذبات ثيتا. اسمها ثيتا. ثيتا، ثيتا. دي بتبقى هي النعاس شويه او اللي هي الهدوء داخل في النعاس وانتقال من حاله او العكس. دي بتبقى بتراوح من 4 ل 7 هرتز. في ذبذبات اللي هي دلتا، دي اللي هي الخفيضه، دي بتبقى في حالات النوم العميق، وبعض الحالات مثلا زي الاغماء اللي هي الانقطاع عن الوعي، دي بتبقى من نص ل 3 هرتز. فلازم نعرف ان الاحداث اللي هي برضو اللي بتبقى سلبيه مثلا او صدمات او حاجات مثلا بتبقى صدمات بتحصل للانسان، ان النظام الاهتزازي الثابت او المستقر بتاع المخ بيحصل له خلل، زائد ان احنا ما يتم في المخ من اهتزازات، برضو ان احنا كل عضو في اعضاء جسمنا في هذه الخاصيه الاهتزازيه، يعني كل عضو في هذه الخاصيه الاهتزازيه، ويعتبر كل عضو له نوع من الموجه خاص بيه. ليه؟ لان احنا خلايانا بتتركب من ايه؟ بتتركب من ذرات. الذرات دي بتتركب من ايه؟ بتتركب من نواه الذره وحواليها مدارات للالكترونات. الالكترونات ديت بتدور بسرعه كبيره. الالكترونات دي مش هي اصغر جسيمات الماده، في جواها حاجه اسمها كواركس او الكواركات. الكواركات دي هي اللي بتنشا عن حركتها السريعه. انت الناس حطوه معاك. لا ما طب باختصار ان الخلايا اوكي والحركه السريعه للالكترونات بينشا عنها الذبذبات بتاعه الخليه، وبينشا عنها ايه كمان؟ توليد مجالات كهرومغناطيسيه. فاذا كل خليه في جسمنا بتتاثر بالمجالات الكهرومغناطيسيه، وبتتاثر مجالات كهرومغناطيسيه عباره برضو عن موجات يعني ايه؟ ذبذبات. ما هو ده مهم معانا في موضوع المقاومه. تاني حاجة بتتأثر، طالما هي في حالة اهتزازات بتتأثر بموجات الصوت، يبقى تتأثر موجات الصوت اللي هي تعتبر موجات ميكانيكية بتتحول لإشارات كهربائية. تاني حاجة بتتأثر بالموجات الكهرومغناطيسية لأنها برضو عبارة عن موجات اهتزازية. أوكي؟ فبرضو مش برضو دلوقتي استني بقى استني. انت قلت دلوقتي المخ بيصدر عنه في حتال ليه 5 حالات، جاما وبيتا والفا وكيتا ودلتا. أيه. وكل واحدة في الحالة العمل الشديد جدا اللي هي 40، جاما دي 40، وبعدين التانية اقل لغاية ما بنخش في مرحلة اللي بيبقى النعاس او الكوما او الكلام ده كله. وانت بتقولي ان كل حاجه في الجسم بتتاثر بالموجات، احنا ده كله بياخد، مش مهم ازاي قوي عشان خاطر بس ما تتوهش. ده مدخل لايه؟ طب مش مدخل عشان ما انت احنا مش دايرين ناخد ماجستير هنا في الحلقه. أيوة. احنا عشان بس انما انت تقدري تقولي ان ازاي بقى من هذا الكلام في 5 حالات اهمت، ازاي المخ النهارده نستطيع انه يقاوم فني حاله، وازاي بيتاثر فني حاله بعد ما احنا بنتكلم الكلام ده ليه؟ عشان نعرف بعد كده يعني ايه العلاج بالصوت، ويعني ايه ان قراءه القران مش مساله ان هي تصرف الشياطين والكلام ده، او مثلا ايه تقوي ايمانك، لا يعني ايه تقوي ايمانك. أيوة. ويعني ايه ان القران بيقاوم ما تم فيك من خلل، بل بالعكس ده يقدر كمان يشفيك
من 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 امراض ويشفيك من امراض تعتبر مستعصيه. يعني معلش مثلا نشوف صوره اللي هي الخليه عند تعرضها لمجال لموجات صوتيه بتاعت قران. يعني في خليه دماغ، في صوره لخليه دماغ تاثرت بالصوت، خليه دماغ تاثرت بالصوت. اذا دلوقتي احنا عندنا في الخمس حالات دولت، في الخمس حالات دولت معروفين امتى هم يقدر ياثر؟ اتفضلي بقى. في صوره لخليه الدماغ عند تاثرها بالصوت. كيف هو النهارده اسمها خليه الدماغ؟ خليه الدماغ، ايوه. الصوره دي مثلا دي كانت في تجربه لخليه دماغيه، وكانوا بيعملوا تجارب على العلاج بالصوت. طبعا هم ما يعني هم بيعملوا في الغرب بيعملوا تجارب على العلاج بالصوت، لكن هم لا يدركوا طبعا موضوع القران وكده. فاحنا هنتكلم بقى على موضوع القران، ان القران ده ذبذبات خاصه، انه كلام لا يشبه كلام بشر، وان كل حرف اصلا من حروف اللغه العربيه لها ذبذبات. يعني لما نقول ها مثلا، الها دي اقل تردد، السين دي اعلى تردد. الكلمات القرآن، معلش أخلي الصورة بس شوية، كلمات القرآن لها، لكل كلمة فيها لها أطوال موجية محددة. ده كان صوت عادي، ده تؤثر بره كان عاملين ده صوت عادي، ده كان صوت يعني بيشوفوا تأثير الصوت. لقوا إن الخلية، إن الصوت ده عمل زي ريزونانس أو توافق مع ذبذبات الخلية. لكن إيه بقى، وراحت مولدة كمان مجال مغناطيسي عالي وتفاعلت مع هذا الصوت. يعني ده مجال مغناطيسي عالي عن الخلية، تفاعلت مع هذا الصوت. لكن اكتشفوا ايه بقى، يعني ممكن اجيب لكم التجارب كمان، يعني اهم تجارب يعني. اوكي، اكتشفوا ايه بقى، ان الخلية اكثر حاجة تتفاعل بيها هي صوت الشخص ذاته، يعني صوت الانسان، ترددات صوت الانسان نفسه بتتفاعل اكثر حاجة، ان هي الخلية عن بعد بتتعرف على صوت الانسان. فما بال بقى وهي داخل جسمك. لدرجة ان في عالم اخد خلايا دموية وكان على بعد وسلط عليها كذا اصوات وكذا، وبعدين لما جه صوت الانسان نفسه وخاصة هو بيقول حاجة كويسة يعني حاجة خيرة، لقى ان الخلية بتتفاعل مع صوت الشخص ذاته، وخاصة لما يقول حاجات خيرة بتتفاعل معها، ان هي تصدر مجالات مغناطيسية وبتقوى، وبتقوى الجدار بتاعها، وبتعالج محتوياتها الخلل اللي في التقطيب الداخلي. يعني التقطيب الداخلي ده في اي خلل كان فيها بتقدر هي بتتجاوب معاه. غير كده مثلا، يعني مثلا معلش نشوف صوره اللي هي بتاعت تفجير الخلايا السرطانيه بالصوت. تفجير الخلايا السرطانيه بالصوت ده في كذا، ده اتعملت عليها كم من الابحاث جامده جدا، وبعدين اكتشفوا ان الصوت وبرده صوت الانسان ذاته، ولو هو مؤمن بالشفاء وبيقول حاجات زي أدعية أو خاصة بالشفاء، إن هي عملت على تفجير الخلايا السرطانية في جسده، تفجيرها. ودي يعني تدميرها في... يعني تدميرها. يعني في كم تجارب كتيرة جدا، دي أحد تجارب مصور نتيجة لسماعها لصوت الشخص وهو بيقول حاجة طيبة وبيثق في قوة شفاء صوته. إن الخلايا ابتدت يحصل، يعني تدخل ليه؟ لان السرطان نفسه عباره عن خلل في يعني خلايا مختله، لكن الاختلال بتاعها ده بيبقى ظاهر على اهتزازاتها. يعني الخلايا المختله دي اللي هي شطت عن التكاثر الطبيعي، الاوامر اللي جايه لها من الكروموزومات. ماشي، لكن ده بيترجم ان هي عندها خلل في الاهتزازات بتاعتها. كل الاوامر بتؤدي في الناحيه الثانيه لخلل في اهتزازها وخلل في طاقتها. فانت لما تقول عليها كلام طيب وبتتاثر بالشخص وبطاقه الشخص، ممكن انت تعالج من الامراض المستعصيه. ودي اثبتت في كذا تجربه، من ضمنها دي التجربه اثبتت. فما بالنا لو ان الشخص ده بيتكلم بيقرا قران، ما بالنا لو هو بقى فما بال بقى ان انت بتقول كلام رب العالمين، وما بال بقى ان انت بتقول بطاقه ايمانيه، وما بال بقى ان ربنا قال لك ايه، انا عند ظن عبدي بي. فهو ده بقى اللي هو، لكن لما كان بيقوله للمرضى ان انت لازم تثق في الشفاء، فما بال بقى ان انت ملتجئ لرب العالمين، وبتشغل بقى كمان مش بس طاقة خيرة، انت مشغل كلام من الخير الأعظم. فانت ربنا سبحانه وتعالى جعل ليك ما تقدر ان انت تتغلب بيه على الـ 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 يعني الخلل اللي حصل جواك. الخلل ده بقى نشوف مناحي كثيرة له، وان انت ازاي في ده تعمل ايه وفي ده تعمل ايه. لكن ربنا خلق جواك طاقة
انت مش عارف تستخدمها. وهنقول برضو على بعض يعني، انا برضو قبل ما تخلص حلقة يا ريت يعني حضرتك تقول لي على اساس نقول على بعض ايات الشفاء وبعض يعني الحاجات. طبعا كل قرآن خير، لكن في بعض حاجات جمعتها مثلا اللي هي بعض حاجات العلاجية العامة. طيب احنا بس من النقطة دي يا دكتور قبل ما الموضوع يروح كده، من النقطة دي اصبح النهاردة الواحد دلوقتي معروف دلوقتي ان المخ بيصدر في ليه خمس مراحل. ففي مرحلة معينة وممكن يصطاد فيه، في مرحلة معينة ممكن يزودوا عليه الطاقة السلبية، وفي مرحلة معينة انا استطيع ان انا اخلي الطاقة بتاعتي الايجابية اكتر.